ما مدى برأيك ارتباط هذه السلسلة من ارتفاعات الدولار التي نراها بربما سياسات ترامب أو السياسات الاقتصادية المرتقبة لترامب؟ لأنها يعني تذهب في اتجاهين، اتجاه السياسة النقدية واتجاه بعض التوترات الجيوسياسية والتجارية التي قد متوقع أن تخلقها عودة ترامب. صباح الخير محمد، شكرا للاستضافة. نعم، كما أشرت محمد بأنه حالة عدم اليقين هي سبب أساسي لارتفاعات الدولار الأمريكي. لم تعد السياسة النقدية فقط هي حالة عدم اليقين مع عودة ارتفاعات قراءة التضخم، قراءة البي سي اي مؤشر انفاق الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع قد تكون هي أيضا مهمة جدا للوقوف حول تحركات الفدرالي الأمريكي. هناك أيضا حالة عدم اليقين في السياسة المالية التي قد يتبعها دونالد ترامب في الفترة القادمة، فبالتالي طبقة حالة عدم اليقين فوق طبقة حالة عدم اليقين السابقة مع السياسة النقدية مؤثر أساسي ودفعت أسعار الدولار الأمريكي لتسجيل ارتفاعات، لا سيما أيضا هناك بعض المخاوف من توجهات بشكل أعنف أو بشكل أكبر لتخفيض أسعار الفائدة من الاقتصادات الأخرى. فبالتالي هي الحالة التي تدفع الدولار الأمريكي هي حالة عدم اليقين. يمكن الوقوف بشكل أكبر حول البيانات الاقتصادية القادمة، حول فيما لو جاءت أسواق العمل بقراءة إيجابية في الأسبوع الأول من ديسمبر قد تكون هي إشارة بشكل أكبر وعودة للتساؤلات لما لا يتوقف الفدرال الأمريكي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر. حول دونالد ترامب، نعم بكل تأكيد هي المخاوف الحالية من التوجهات الرئيس الأمريكي القادم، إشارات بأن هناك إمكانية لعودة ارتفاعات التضخم مع عودة ارتفاعات التعريفات الجمركية، فبالتالي هناك مخاوف. أعتقد بأن تلك المخاوف قد يتم تسعيرها في الأسواق حتى دخول دونالد ترامب للبيت الأبيض. بكل تأكيد هي حتى الآن تسعير، والتسعير هو المؤثر الأكبر بالنسبة للأسواق والمؤثر الأكبر للدولار الأمريكي. لذلك أميل إلى إمكانية مزيد من ارتفاعات الدولار الأمريكي. كل الأوضاع الحالية حتى الآن تشير بأن الدولار الأمريكي قد يكون على رأس الملاذات الآمنة تحوطا من دونالد ترامب، توترات الجيوسياسية والسياسة النقدية. طيب، هذا بالنسبة لاتجاه الدولار. إذا ما أخذنا ونظرنا للسوق يعني بشكل عام، هل نتوقع تقلبات مبنية على مضاربات معينة نتيجة يعني العوامل المختلفة أيضا؟ يعني حتى اليورو كان عند أدنى مستوياته في سنتين بعد بعض البيانات الاقتصادية. ماذا نتوقع في هذا الاتجاه أحمد؟ نعم، لو قسمنا السؤال إلى قسمين محمد حول التقلبات، نعم أعتقد بأن التقلبات ستكون قادمة بشكل كبير جدا. يمكن تسعير الأوبشنز حاليا ارتفع بشكل كبير حول التقلبات في الفترة القادمة. فيما يخص اليورو، نعم هو قد سجل انخفاضات يوم الجمعة مع قراءة مؤشر مديري المشتريات. الخوف بشكل كبير من مؤشر مديري المشتريات أن يكون ضاغط بشكل أساسي على نقطتين أساسيات: النمو الاقتصادي، أن نشهد انخفاضات بالنمو الاقتصادي جراء الانكماشات في التصنيع والخدمات، وقد يكون ضغط أساسي على النمو الاقتصادي أصلا هو متهالك في منطقة الاتحاد الأوروبي وتحديدا في ألمانيا. من ناحية أخرى، قد يكون هناك بعض المخاوف بأن قلة الطلب قد تدفع التضخم لتسجيل ارتفاعات. لذلك السير على حبل التوازن من الاتحاد الأوروبي يضغط بشكل كبير جدا، بأن قد يكون هناك بعض التباين في السياسات النقدية. التباين في السياسات النقدية قد تكون دافع بشكل كبير لتقلبات مرتفعة جدا. أميل لذلك محمد بأنه نشهد بعض النبرات، بعض النبرة من أعضاء البنك المركزي الأوروبي في عام 2025 بالحديث على نمو الأجور الذي سجل ارتفاعات هو الأعلى من عام 1993. بالتالي أعتقد بأن الأرض خاصة حاليا لمزيد من التقلبات السعرية، خاصة بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون دافع لتخفيض الفائدة خوفا من النمو الاقتصادي لا انتصارا على التضخم. فبالتالي هاي الحالة ستكون هي حالة ضغط بشكل أكبر على الأسعار على العملات الأخرى ضد الدولار الأمريكي. وفي إطار هذه المقارنات أحمد، يعني كيف يمكن لهذه السياسات النقدية المتوقع أن تؤثر على عملات أخرى في الأسواق الناشئة، إن كان على صعيد الين أو حتى اليوان مثلا؟ يمكن التقلبات السعرية بالنسبة للعملات الناشئة يمكن نأخذها كل اقتصاد على حدة أكثر من تأثير الاقتصادات العالمية على الأسواق الناشئة. الين الياباني على سبيل المثال محمد، أعتقد بأن الفرص المتواجدة بالنسبة للبنك المركزي أو بنك اليابان
هي رفع أسعار الفائدة. لا أعتقد بأن قد يكون هناك أدوات أخرى بالنسبة لبنك اليابان استخدامها إلا رفع أسعار الفائدة. التضخم أعلى من المستويات بأكثر من 25 شهر متتالي، وكما نعلم بأن الحالة اليابانية هي حالة فريدة من نوعها مقارنة بالاقتصادات الأخرى، فبالتالي رفع أسعار الفائدة سوف يكون هو الحل الأساسي، خاصة مع تخفيض، خلينا نقول أنه تخفيض مشتريات السندات، وهم كانوا الأعلى شراء بين البنوك المركزية الأخرى. بالنسبة لليوان الصيني قد يكون هناك دافع سلبي، لأنه تخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، النمو الاقتصادي الذي يعتبر سلبي في الفترة الأخيرة بالاقتصاد الصيني، قراءات المؤشرات تعتبر حتى الآن لم تشهد ارتفاعات، فبالتالي تخفيض أسعار الفائدة لليوان الصيني قد تكون ضاغطة بشكل كبير على أداء سلبي. يمكن رح أعيد نفس الجملة محمد، التخفيض أسعار الفائدة حفاظا على النمو الاقتصادي تأثيره سلبا على العملة أكثر من أنه انتصارا على الحالة الاقتصادية. فهنا اليوان الصيني سوف يكون تخفيض أسعار الفائدة لمحاولة دعم النمو الاقتصادي، دعم الحالة الاقتصادية بالنسبة للصين، مؤثر سلبي بشكل كبير جدا. يمكن الحالة الفريدة لو انتقلنا إلها هي البيزو المكسيكي في الفترة القادمة. المخاوف، النبرة التشاؤمية في الفترة القادمة من دخول دونالد ترامب، أن يكون هناك تعريفات جمركية أكبر، أن يكون هناك بعض الإغلاقات على الاقتصاد المكسيكي قد تكون مؤثرة بشكل كبير، فبالتالي أعتقد بأن البيزو المكسيكي قد يشهد مزيد من الإخفاضات في الفترة القادمة حديثا عن الأسواق الناشئة. شكرا لك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال من إكويتي، على وجودك معنا اليوم وهذه المشاركة الحديث حول اتجاهات العملات العالمية.